الدوري الانجليزي بيبدا لنا اليوم الطويل جدا دوان بمباراه مثيره جدا في ديربي الميرسي سايد بين ليفربول وبين ايفرتون في مباراه التحكيم بتاع الدوري الانجليزي بوظها بكل المقاييس وهنتكلم عليه بالتفصيل في الحلقه، ولكن في شويه لمحات عند انشلوتي وعند يورجن كلوب لازم نتكلم عليهم. النهارده هنبدا اليوم بديربي الميرسي سايد بين ليفربول وايفرتون وكام يدفع، وانا اشتريك في دفاع ليفربول ده المسخره اللي هنتكلم عليه برده حلقه النهارده. النهارده هنتكلم حاجات كتير، فلو مش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. ليفربول بيبدا بالاربعه ثلاثه ثلاثه اللي بيبدا بيها على طول يعني في كل ماتشاته، والعناصر بس متغيره في الملعب شويه، بيلعب من غير حارس مرمى اللي هو ادريان، من غير حارس مرمى بيلعب قدام ماتب وفان دايك على اليمين، ارنولد على الشمال، روبرتسون بيلعب ثلاث نص الملعب، هندرسون وفابينيو وتياجو، وقدام صلاح وماني وفيرمينيو. الناحيه الثانيه ايفرتون برضه بيلعب بالتشكيله المعتاده ال 4 3 3 المعتاده اللي بيلعب بيها، نص الملعب بيلعب بجوميز والان وديكوري، بيلعب قدام بخامس رودريجيز وريتشارلسون وكالفرت. في بدايه المباراه ليفربول كان بيحاول يمتص او بيحاول يباغت ايفرتون، ازاي ان هو ماسك كوره، هو اللي بيباغت، هو اللي بيضغط، هو اللي عايز يسجل الاول علشان يخلي ايفرتون اللي هو يهمده. النشوه اللي ايفرتون فيها والاريحيه والفريق ان هو انا متصدر الدوري، انا عامل مباريات مميزه، عملت قبل توقف الدوري مباريات مميزه جدا وعامل شكل كويس وبنسبه كبيره انا افضل فريق في الدوري حاليا، فليفربول بيحاول يخمد الحاجه دي او بيحاول يخش في المباراه بشكل اللي هو لا انا مش ليفربول اللي خسر 7 الاسبوع اللي فات، لا انا ليفربول جديد، ليفربول حاجه ثانيه خالص. وده اللي شفناه ان ليفربول داخل ضاغط ماسك كوره، ضاغط بكل خطوطه، نص الملعب والمهاجمين حتى الباكات طالعه ضاغطه، طالع بنص الملعب بدفاع لحد نص الملعب ضاغط بكل حاجه عايز يسجل جول. وفعلا في الدقيقه 12 في ظل الضغط الشرس بتاع ليفربول 1 2 ما بين ماني وروبرتسون، دخل ماني في العمق، روبرتسون معاه الكوره، دخل تك في الدقيقه 12 الجول الاول لليفربول. بعد الجول الاول ليفربول كان من المتوقع ان ايفرتون هيبقى محتاج عايز يرجع في المباراه، يبقى في شويه حماس، في شويه روح، في شويه جرينتا، في شويه كده اللي هم يلا نرجع في ماتش تاني. ليفربول كان بيحاول برضه يخمد ايفرتون، ازاي ان انت بعد ما جبت الجول ما اندفعتش، ما اديتش فرصه لايفرتون ان تلاقي مساحات في خط ظهرك، لا انت اتحفظت نوعا ما شويه، رجعت لورا شويه عشان تخلي ايفرتون اللي هو خلاص اهدوا لحد ما نعدي اول ربع ساعه او ثلث ساعه من غير ما يخش فينا الجول التعادل. وده ليفربول نوعا ما حاول يعمله اللي هو اهدى، ارجع، اقف في مناطقك، ما تديش مساحات لايفرتون. ونيجي لحاجه مهمه جدا 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 وهي كوره فيرجيل فان دايك. فيرجيل فان دايك بيكفورد دخل عليه في كوره، يعني ان شاء الله ان شاء الله ما تكونش صليبي وتكون بس اصابه في شهر ولا حاجه ويرجع، لان الاصابه صعبه. بيكفورد دخل برجلين الاثنين في فان دايك، يعني فان دايك دخل برجلين الاثنين، يعني ضربه جزاء اول حاجه، تاني حاجة طرد مباشر لبيكفورد، طرد مباشر. تالت حاجة محضر في الاسم يا معلم، انت داخل برجليك الاثنين في رجل فان دايك، رباط صليبي دي تجيب دي تبطل كورة، مش رباط صليبي بس. لكن المفاجأة ان الحكم حسب الكورة في سايد، حسب الكورة في سايد بدراع فان دايك، زي الصورة اللي انتوا شايفينها دي، دفاع دراع فان دايك، فان دايك بسابق لاعب ايفرتون بدراعه. هل دراع فان دايك اوف سايد؟ يعني انا بجد عايز افهم القانون الجديد بتاع الاوفسايد ده بقى بتاع الدوري الانجليزي ده، هل الدراع بقى بيتحسب اوفسايد دلوقتي؟ يعني انا عارفه ان الدراع ما بيستخدمش في الهجمه، ما بيستخدموش في حراسه الجون، مش اوفسايد. لكن النهارده فان دايك ما خدش حقه، ما خدش ضربه جزاء، بيكفورد ما طردش بسبب ان قال لك اوفسايد. اوفسايد ازاي يا معلم؟ معرفش، قانون الدوري الانجليزي غريب، حسبه اوفسايد. طب يا معلم هل الحق، يعني التحكيم او القانون التحكيمي ده بيدي ان اللاعب يتضرب ويتكسر عادي جدا واللاعب اللي ضربه ما ياخدش عقوبه عشان اللاعب اللي اتضرب ده اوف سايد؟ مش ما حد يفهمني بقى، انا مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه. فان دايك بعديها خرج مصاب، الله اعلم لسه الاصابه محدش عارف مصاب بايه فان دايك، بس مراسلين بي ان والاخبار بيقول لك فان دايك كان طالع بيتالم جدا، مراسل بي ان مش فاكر اسمه قال لك ان فان دايك هو خارج كان بيتالم، والمراسل ده ما شافش لاعب بيتالم بالمنظر دون غير اجويرو ضد بيرلي لما غاب بعديها لمده شهر. فربنا يستر على فان دايك وربنا يتولانا مع التحكيم الانجليزي بصراحه. يعني بعد كده خرج بقى فان دايك، نزل جوميز فدفع ليفربول في الشلاحه، جوميز وماتيب وراهم ادريان الحمد لله.
خلاص خلاص ايفرتون بعد الطرد بتاع فان دايك هو بقى يضغط على عمق ليفربول. بنشوف كالفرت لوين اللاعب السفاح بيضغط في العمق، الكره بتروح له في العمق، خامس رودريجيز بيخش قلب ملعب ويدي سيروهات في العمق. شفنا كذا كوره كالفرت لوين بيسرق جوميز وبيسرق ماتن وبيلف من وراه وبيجري وبيروح وبيهدد مرمى ادريان. حتى الجون اللي يعني الجون اللي جه اي نعم ادريان كارثه، دي حاجه مفيش خلاف عليها ان ادريان كارثه، بس الجون بصراحه التعادل بتاع ايفرتون صعب، لان ادريان لو كان صد الكره دي لا يبقى صد تاريخي، صد تاريخيه مش صد عليه، لا صد تاريخيه، لان الكوره من مكان قريب قريبه جدا مسافه قريبه وكمان قويه، فاللي هو صباح الفل عدت جول التعادل ماشي. جه جول التعادل ايفرتون، بعد جول التعادل الملامح بتاع ليفربول اللي هو انا طب هاجم دلوقتي اباغت تاني ايفرتون ولا استنى في مناطقي، في ظل ان ايفرتون بعد ما جاب الجول وعرف ان نقطه ضعف ليفربول في العمق بتاعه وهم ماسكين كوره وبيهاجموا من العمق، مش عايزين يهاجموا من الاطراف تماما، من العمق من العمق من العمق من العمق، وده خلى ليفربول شكله غريب الشوط الاول قبل ما يخلص الشوط، اللي انت ماسك كوره ليفربول بيحاول يمسك كره على استحياء قبل ما الشوط ينتهي، ايفرتون اللي كانت هي اللي ماسكه الكوره، هي اللي متحكمه في الماتش، هي اللي بتاخدك، هي اللي بتهاجمك، هي اللي بتعمل كل حاجه، فانت كان في مشكله. طب ليفربول ايه الحل؟ الفينش بتاع اللعيبه الهجوميه، محمد صلاح كان الفينش بتاعه غريب جدا الشوط الاول، غريب جدا. فيرمينيو مش فايق قعدته، نص الملعب مش عارف يديك الحلول او مش عارف يقدم لك الحلول الهجوميه للهجوم بتاعك، فانت ليفربول بعد خروج فيرجيل فان دايك حسيت ان لا انا مرتبك انا خايف يجي فيا جون تاني، فكان حاول هو ليه ده بقى خلاص اقف في المنطقه مش هنفتح خطوطنا مش هنضغط الضغط اللي ضغطناه في اول الشوط، لا هنهدى ونخرج الشوط الاول على الاقل 1-1، وده اللي عمله ليفربول وخرج الشوط الاول 1-1 والحمد لله وعفى الله عن مسألة. دخلنا الشوط الثاني لا بقى ايفرتون عايز يجيب جون، ليفربول عايز يجيب جون، الماتش كان مشتعل بقى، الماتش كان فيه كوره هنا وكوره هنا كوره هنا وكوره هنا، ايفرتون بياخد الكوره عايز يجيب جون، ليفربول بياخد الكوره عايز يجيب جون، هنا خلى شكل الفريقين يبدو ان هم متكافئين، متكافئين في الضغط، متكافئين في الفرص، لعيبه حتى في يعني في لاعبين في نص الملعب تياجو الكانتارا وخامس رودريجيز، الاثنين دول من حته ثانيه. اتفرج سيبك بقى الماتش كله وسيبك من اللعيبه والتحكيم وكل حاجه، اتفرج على الكورتين الفريق يعني اي كوره بتجري تياجا وخمسه رودريجيز انت قاعد كده بيجاست الشيفين ومتظبط كده بتتفرج قاعد بتستمتع، اللاعب ياخد الكوره ويلف ويسرو وياخد الكوره ويلف ويسرو انت بتستمتع قاعد بتستمتع مع تياجو وخمس، خمس بصراحه لاعب ممتع لاعب ممتع ممتع يعني. النهارده قدم مباراه كبيره ضد ليفربول، ايفرتون قدم مباراه كبيره ضد ليفربول، ليفربول انا لحد دلوقتي مش شايف ان ليفربول الدوري يبقى سهل السنه دي بالنسبه له، لا الدوري صعب، دوري صعب جدا. نعم انا ما اتكلمتش في شكل تكتيكي سواء ليفرتون او ليفربول، بس المباراه مش محتاجه تكتيكيه، مباراه ديربي، الديربي معروف ان هو في عنف، في طرد، في جوان ملغيه، في جوان بتيجي، في حاجات كتير، فما اتكلمتش تكتيكيا كتير في مباراه النهارده، بس المباراه كانت كويسه. نيجي للحاجة التانية في التحكيم الإنجليزي، كورة ريتشارلسون وتياجو الكانتارا في نص الملعب، ريتشارلسون تقريبا دخل نفس الدخلة بتاعة بيكفورد على فان دايك، ريتشارلسون دخلها على تياجو الكانتارا، الحكم راح ادى طرد مباشر لريتشارلسون. طب يا عم الحكم يا عم الحكم يابا الحاج، طالما انت بتطرد الناس وبتطرد اللي بيلعب لعب خطر او دينجرس بلاي، ليه ما طردتش بيكفورد في اول الماتش وتريح ابونا؟ يعني لو بيكفورد اتطرد في اول الماتش واحنا كنا كسبانين تقريبا 1 او كنا لسه في 0 كان هيبقى طرد لايفرتون وضربه جزاء وان شاء الله كانت تيجي جول، انت كل الكلام ده كنت هتريح ليفربول بقى من النوش واللعبكه اللي حصلت، نوش لعبكه حصلت بسبب الحكم. طب ما انت هو نفس الكوره اتطرد فيها ريتشارلسون لكن بيكفورد لا ما طردش، نو نو. طب خلاص يا عم جبنا جون 1-1 الدنيا جميله، محمد صلاح دخل فنش جاب جون تاني جميل جميل، انت فنيشه دي شوطه كده جون تاني خلاص بقى نستريح بقى، قلنا خلاص الماتش بيخلص فاضل ربع ساعه، الحمد لله محمد صلاح جاب جون تاني ونطلع من الديربي كسبانين، ولكن كان هذه المفاجاه جوميز وماتب كالفرت لوين حته دي اللعب حكايه، الكوره بتترفع بيعمل جامب طلع فوق بيقول لك مترين ونص ودخل تاك جول، ادريان ما شافش، ادريان وجوميز وماتيب والناس الحلوه بتاعتها دي ما شافتش خلاص دخل حط التعادل،
دخل بوم جون خلاص. انا بعد التعادل خلاص فقدت الامل خلاص مش هنجيب جون حتى وخلاص بقى نخرج بمباراه تعادل والحمد لله في ظل اللي احنا الخرابه اللي ورا موجوده ادريان وجوميز وماتيب ونشوف هنعمل ايه في دوري الابطال ولا البلد الازرق اللي احنا داخلين عليه في الدوري. ف الحمد لله تعادل ضد ايفرتون مش وحش في جيرسن برضو جيرسن بارك برضو الحمد لله. لكن نيجي في اخر الماتش نجيب جون بقى كوره ماني وهندرس تك 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 بوم الجون الثالث الحمد لله نطلع بالثلاثه بوند اهو في صيد. طب معلش يا مانش اوفسايد على مين؟ على مين يا قاعد اوفسايد على مين؟ قول يعني ماني اوفسايد على ماني ازاي؟ ازاي؟ ان ماني ولا فارق بدراعه ولا فارق برجله ولا بدماغه ولا بكوعه ولا بحاجه ثانيه. اوفسايد على ودنه مثلا؟ والله فعلا الصوره قدامك اهو. ايه التحكم يا عم؟ دي اوفسايد؟ يعني في حكم عاقل يحسب دي اوفسايد؟ ازاي؟ مش فاهم. ولغى الجول وماتش خلص 2-2 بسبب الهراء والضحك بتاع التحكيم. انا بصراحه مش فاهم التحكيم الانجليزي، انا مش فاهمه ويا ريت حد لو فاهم يفهمني عشان انا زهقت من التحكيم الانجليزي. يعني اوحش تحكيم في اوروبا من وجهه نظري، اوحش تحكيم في اوروبا من وجهه نظري. فلو لك راينا في مباراه ايفرتون وليفربول قول رايك انت في الكومنتس وقول لي ايه رايك في التحكيم وقول لي هل ليفربول يقدر يكمل بالدفاع الخرابه ده بعد غياب اليسون وفان دايك؟ هنكمل بادريان وجوميز وماتيب ولا ايه اللي هيحصل؟ بقول لي كمان رايك في ايفرتون. ايفرتون بفكر اعمل لهم حلقه يعني في المستقبل القريب، بس قول لي رايك انت في ايفرتون في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك اعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقه الاول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا تحت في الديسكربشن تحت، وامشي على فيسبوك تويتر على تويتر وكان معاكم مصطفى اشوفك الحلقه الجايه. سلام.